نائب ايش بيمثل اراده المواطن، خدمات المواطن، ايش يجيب حقوق المواطن؟ احنا ما عشان بس وقت الانتخابات نشوفهم. عندهم ماكو اي يعني هسه يريدون هسه انتخابات، من ينتخبهم؟ يعني ما قدموا اي شيء لهذا المواطن. يعني ابسط شيء الموازنه، هاي صار لنا سنه 2022 يقروها ما قروها، وهسه احنا بال 2023 وانتهى من السنة هاي ثلاث شهور، كل شيء ما شعنا من الموازنة، وأمال الناس كلها على الموازنة. والله نحن غير شركات رصينة تقدم خدمة للمواطن، يعني هسه على غزل والنسيج يشغل لك 3000 عامل، معمل البيبسي يشغل لك كذا مبلغ، كذا عدد. نحن هاي المشاريع يوميا رصيف شالونه ورصيف خلونه، يعني الرصيف ما تعمل الشغل. النائب لازم يعمل الشعب يكد يجاهد يعمل حقوق يعمل رحمة. وين التعويضات؟ وين التعويضات أخي؟ النواب ما عندهم دور. باقوا المشاريع يعني هسه كثير مشاريع يعني نجيبها على هذا الموصل، ما هاي المؤامرة على الشعب الموصلي؟ تجي على المحافظة أو أبناء الموصل داخلها، ما يصير بالأحزاب تتقاسم بيناتهم و ياخذون الموصل ياخذون هم ياخذون المشاريع. المشاريع ورقابة عليهم، رقابة مالية وعلى المشاريع كلها الموجوده. دور النواب ما نشوفهم، بس وقت الانتخابات نشوفهم. ما عندهم اي دور، بس وقت الانتخابات جاوا نحن راح نعمل، وهذا كل شيء ما شفنا منهم. حتى بالتعويضات ما طلبوا، ايش خذ التعويضات من الناس؟ ايش خذ مسجل ولا حد الان ما جت الا بعض منهم.